السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. شوفوا جيت معكم واحد العشاء ساهل. دونك عندي هنايا اون بات بريزي، هذيك الورقه كتباع مصوبه، وبواطه ديال الفرماج كامونبير كنجيبها كنقطعها هكا على طول، ونعاود نقطع العرض بلا ما نوصل للعجينه. دونك كنبقى نقطع فيها هكايا باش داكشي اللي غندير فيها يدخل لداخل. من بعد ناخذ زيت الزيتون، زيت العود، نكبو فوق منها هكا، وناخذ شويه ديال الزعتر هكايا، ونجيب غير لاصوص طوماط بوحدها ما فيها حتى شي حاجه، وندهنها هكا من الجناب ما فيها والو، ونجيب الفخوماج غافي ونديرو بارتو تاني، نعمرها مزيان فوالا. ودابا نجيب الورقه الاخرى، يعني فهاديك خصنا ديما جوج، نجيب العجينه الاخرى هذيك بات بريزي ولا بغيتو بات فيتي كيف كيف، ولا نحطها فوق منها مزيان مزيان مزيان. ومن بعد نبدا نقطع فيها هكا، تقدروا تبقاو تدوروا في البلاطو باش تقطعوا، ولا هكايا انا جاتني شويه واعره، مي المهم ندور ونبقى هكا نقطع. ومني تقطعوا كلشي تبداو تلويو، تاخذوا وحده وتلويوها غير دوره وحده. من بعد درت هنايا واحد البيضه مع شويه ديال الحليب، ندهنها بها مزيان، ولات بحال الشمس على مزويناتها، وانا ندهنها كلها. ومن بعد الفران راه سخون على 180، سخون مزيان، وندخلها ما تاخذش حتى 15 دقيقه غير نشوف هذاك البيض ولا احمر، صافي راهي طابت. وتتخرجيها كل كنتي يعني عكزانه، تخرجيها تبداو تقطعوا في دوك الصبيعات، بعد تحيدوا لي هذاك الغلاقه ديالها هكايا، تتحيديها يا بنتي كتحيد فيها، وتتاخذوا دوك الصبيعات تتغطسوهم في الكامونبير، كتجي غزاله. ودوقوها وبالصحه والراحه، وان شاء الله تعجبكم وتعاودوها.